أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة من القاهرة على شاشة النيل. ومن عناوين حلقتنا لهذه الليلة: بتوجيهات رئاسية، أمن المصريين خط أحمر لا يمكن المساس به. تلك رسالة القيادة السياسية في مصر في الأماكن التي بها صراعات وحروب، فسرعان ما تتشكل خلية أزمة لإجلاء المصريين في الأماكن التي بها هذه الحروب أو الأزمات أو النزاعات. فدائما الدولة المصرية لا تترك أبنائها في هذه الأماكن ولا تتركهم عرضة أبدا للخطر. أهلا بكم. قام رئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لمتابعة جهود جارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة. أراضي الفضل في أي حتة تقدر تستوعب السوق ده، لازم تعمل زيادة في المعروض غير تقليدية. بالزي الأسواق دي أعمل 10 15 20 سوق زي كده في القاهرة والجيزة في المناطق الفاضلة، تتعمل بالطريقة دي. في إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة لخدمة المواطنين، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المناطق بمحافظة القاهرة، والتي شملت مواقع الأسواق الرئيسية الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حي مدينة نصر، أسواق أحمد فخري وكذا حسن المأمون، وبحي المقطم أسواق عمار بن ياسر، وكذا سوق المقطم بمحور عبد المجيد محمود، وأيضا سوق حي الأمل وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة. وقد ناقش سيادته القائمين على تنفيذ سوق أحمد فخري. تم انتخاب 5 قطع أراضي لإنشاء أسواق حضرية نصف جملة فن. عندنا فن 5 قطع أراضي، في 2 منهم جنوب القاهرة فن، ده أعلى حضرة المقطم، وفي 3 منهم فن شرق القاهرة. عندنا فن سوق في نادي الشمس فن، وده لخدمة مصر الجديدة. في سوق مدينة الأمل فن لخدمة مدينة الأمل والحي العاشر. وفي سوق اللي سيادتك مشرفنا فيه فن سوق أحمد فخري، ودوت لخدمة مدينة نصر فن. بالنسبة لفن السوق دوت مال مساحة 2.64% فدانة فن. ده فن بتقاطع شارع أحمد فخري فن، وفي مع اللي هو عبد الرازق الصنهولي اللي هو في الجنوب فن، حديقة الطفل هي فن المتواجدة هنا في الجنوب فن السوق. على نفس النهج ده فن في سوق نادي الشمس فن. نفس المساحة تقريبا 2.6 فدانة فن. وفي سوق فن اللي هو أمل سوق مدينة الأمل. بص يا هشام، بص يا احمد، احنا اللي عاملينه ده هو عباره عن نموذج اختباري. نموذج ايه؟ اختباري. يعني مش دي فقط المخطط بتاعنا، تمام، لكن احنا قلنا ايه، بدل ما نفتح نعمل الكلام ده، لان احنا كلامنا فيه ان احنا بنقول ايه، احنا ما بين الجمله في سوق العبور او في الاسواق الرئيسيه يعني، وما بين التجزئه اللي تحت خالص، فحطينا حاجه في النص بين الاثنين، تكلفتها تبقى على المستهلك تكلفة أقل من مش زي الجملة صحيح، لكن كمان مش زي التجزئة العادية، فده هيخلي الناس بتوع التجزئة برضو تنظم أسعارها شوية. طب إحنا عشان نعمل كده عملنا إيه؟ اخترنا الخمس نماذج دول. تمام. اخترنا الإيه؟ الخمس نماذج دول، وهنعملهم وهنفتتح. أنتوا في شهر 6 مش كده؟ إن شاء الله فن 30/6 إن شاء الله. مش كده؟ ها؟ أنت بالنسبة لك أنت. أنا بس عايز أفكرك يا هشام إن ورا منك هنا في سوق على الأرض. عارفه؟ سوق اللي وراك. اللي هنا. الأمل. في سوق في الأمل. المفروض احنا بعد ما هنعمل ده هنبقى بنفضي السوق ده ونخليه جزء من الايه؟ جزء من السوق بتاعنا. جزء من السوق بتاعنا، ليه؟ عشان الوضع اللي هو فيه. أنا عارف السوق ده كويس. ماشي. فاللي احنا بنعمله هنا هو اختبار. لو نجحنا فيه هنعمم. لأن الموضوع ده بقى بيننا وبين الناس بتوع الجملة، اللي هم اتفقوا معانا إن احنا نعمل لهم حاجة زي كده. ونوفرها لهم وهم يقدموا اسعار قريبه من الجمله. قريبه يا هشام؟ قريبه من الجمله. فاهم احمد؟ تمام. قريبه من الجمله. ان عملوا كده معانا هم هيسمعوني دلوقتي وانا بتكلم. تمام. هنكمل ونعمل في بيت الجمهوريه اللي احنا بيت المخطط ان شاء الله. لان السوق زي كده على سبيل المثال ده ما يغطيش مدينه فلس، واللي عند نادي الشمس ما يغطيش مصر الجديده. لا طبعا، بتتكلم في ملايين من البشر.
عايزين يخشوا يشتروا ويجيبوا حاجتهم. لكن لو نجحت الفكرة ولقينا ان هي فعلا التكلفة بتاعت الاسعار فيها فعلا تكلفة الجمهور حس بالفرق، طب هنكمل عن ايه؟ ان شاء الله هنكمل. حاجة ثانية؟ لا حاجة ثانية يا شباب. كل سنة وانتم طيبين. شكري. السلام عليكم. وايضا تابع سيادته اعمال الانتهاء من سوق حسن المأمون. انا شايفه ده هيخلص امتى؟ ان شاء الله فندم خرسانات فندم هنخلص ان شاء الله 30/6 وواجهات ان شاء الله فندم 15/7 ونهو المشروع بالكامل ان شاء الله فندم 30/11 باذن الله. يعني شهر 12 انت عارف ده هيعمل نقله كبيره جدا للمنطقه هنا. متشكرين. اوامر فندم. وفي حي المقطم تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سير الاعمال في تنفيذ سوق محور عبد المجيد محمود. اثناء يا فندم رفع كفاءه شارع المقطم وجدنا يا فندم تكدس في المساحه المروريه ووجود عشوائيات، وبالدراسه والعرض على سيادتك يا فندم سيادتك صدقت على انشاء مجمع اسواق المقطم وكذلك سوق عمار بن ياسر باجمالي مساحه 15 فدان بدلا من 3 فدان. ده كام ده يا فندم؟ 6.8 هو وعمار بن ياسر 15 فدان. كويس. 3 فدان ده السوق اللي موجود حاليا يا فندم. سيادتك يا فندم سوق المقطم ده بيقع على محور مستشار عبد المجيد محمود الرابط ما بين شارع 9 وصلاح سالم. السوق ده يا فندم مساحته 6.8 فدان. محتويات السوق سيادتك 18 مبنى اعتبارا ابتداء من مبنى المعدني وده يا فندم فيه 40 محل خضروات وفاكهه واسماك ودواجن ولحوم واربع منشات نمطيه دور ارضي ودور اول. سيادتك امرت ان احنا نزود دور فبقى ارضي واول وثاني وعندنا يا فندم مبنى مخابز ومظلتين بائع جاليين. اجمالي المحلات عندي في المشروع يا فندم 230 محل وباقي ال 18 منشأ عباره عن منشآت خدميه من دورات مياه وكهرباء وغرف وغرف. واجهتنا يا فندم في المشروع هنا مصاعب ان الارض هنا كانت صخريه وبها فوالق فعملنا دراسه يا فندم عشان نأهل الارض تكون صالحه معانا للانشاء وتم الدراسه يا فندم والتنسيق مع الحي ان احنا نربط المرافق وبالفعل ربطنا المياه والغاز والصرف والكهرباء وشغالين دلوقتي يا فندم في المرافق داخل السوق سيادتك. انا بس عايز اقول هنا واحنا فرصه ان احنا موجودين المحل احنا مش عملناها اسواق فقط. تمام سيادتك. لا احنا عملنا المحلات دي عشان ايه؟ عشان نقول للناس اللي موجوده هنا في المقطم والمنطقه المحيطه بالكامل عندكم فرصه لاشغال مشغولات فنيه او حرف يدويه وغيرها. احنا هنخلص هنا ان شاء الله يا فندم احنا ضاغطين عشان نبقى نكون ملتزمين بكلامنا مع سيادتك ان شاء الله 30/7 باذن الله. 30/7 باذن الله كله باللاندسكيب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بالمباني ان شاء الله يا فندم. طيب هل في تواصل دلوقتي مع الناس بتوع العبور عشان النص جمله اللي احنا عاملينه ده؟ اكيد يا فندم. لكن انا بقول كده عشان لو جينا في شهر 7 نقوم نلاقي الدنيا شغاله ان شاء الله يا فندم باذن الله. فندم سوق عمار بن ياسر فندم على مسطح 9 فدان. السوق يا فندم بيتكون من جزئين، الجزء الاول يا فندم هنقول 45,000 متر ده حاجه كبيره جدا يا فندم. اه طبعا تمام. منطقه السوق يا فندم التجاري ومنطقه النادي الاجتماعي. المنطقه يا فندم طبعا اتعملت عشان يبقى فيها يبقى متنفس لسكان المقطم سواء النادي الاجتماعي فيها انشطه رياضيه وتجاريه. احنا عاملين كده اثنين نادي محمد تمام يا فندم واحد في عمار بن ياسر تمام كده تمام واحد هنا تمام سيادتك غير المناطق اللي انا قلت عليها المناطق اللي هي التنمويه اللي موجوده خمس مناطق تنمويه على مدار تمام يا فندم. عندي يا فندم اجمالي عدد المحلات 151 محل بانشطه مختلفه بدايه يا فندم من الافران ومحلات الخضار والفاكهه والخضروات والدواجن واللحوم والحرف اليدويه. عندي يا فندم مبنى اداره السوق. عندي يا فندم دي كافيتيريا. طب برضه انا دايما بسال السؤال ده لما بكون في منطقه بقول لهم الناس بتعمل شغل بقول لهم بصوا انتم من خلال احتكاككم بالمواطنين تمام ايه اللي مطلوب ممكن نعمله نسهل نحسن سواء كان في الحركه او في مطالب الناس؟ ها فلو في عندكم حاجه يا فندم. هو كان في تكدس مروري في المنطقه احنا راعينا ده في التصميم ان احنا عملنا باركات يا فندم كتير زي ما سيادتك شايف ساعه 200 سياره ده هيخفف يا فندم التكدس المروري في شارع عمار بن ياسر والشارع اللي تحت يا فندم اللي هو شارع المقطم ده كده يا فندم باتجاه شارع 9 اللي هيبقى جاي يشتري اي حاجه يا فندم هيبقى في اماكن يركن فيها انتظار سيارات. نفس الكلام يا فندم السوق هنا في اكثر من انتظار سيارات متوزع اجمالي مساحه السيارات يا فندم 127 سياره. 127 سياره. ربنا يوفقك. ربنا يخليك. شكرا يا محمد. تحت امر سيادتك يا فندم. تحت امر سيادتك يا فندم.
وأيضا توقف سيادته في سوق عمار بن ياسر بحي المقطم. مساحة السوق 5.7 5.7 هنقول 6 فدان إن شاء الله. الموقع فندم في شارع صبح حسين على بعد 1 كيلو من شارع 9. مكونات السوق فندم عندنا 95 محل، وفي عندنا 30 محل على الطريق بإجمالي 151، لأن عندنا هنا فندم في منطقة النادي في 20 محل على الشارع الرئيسي ده سيادة. طب هنخلص انت؟ كان المخطط فندم سيادتك ان احنا نخلص 30/10، بس ان شاء الله 30/8 بإذن الله فندم. طب انا هقولك على حاجة، انا عشان ابقى السوق ده ابقى مطمن عليه، انتوا محتاجين كل الأراضي على شهر 8 أو 9 وقت ما هتخلصوا المشروع ان شاء الله، تكون كل المحاور اللي رايحة ليه تكون اتوسعت وسفلتت. أوامر. مع شوارع المقطم كلها. أوامر. ماشي يا محمد، كل سنه وانتم طيبين. شد حيلك. شكرا. كما تفقد السيد الرئيس سير الاعمال في تنفيذ محور عبد المجيد محمود بطول 7 كيلومترات، والذي ينقل الحركه من محور الشهيد الى محور اياس الرزق بالمقطم، ومنه الى صلاح سالم ومحور الحضارات وصولا لكورنيش النيل، ويهدف الى تسهيل حركه المواطنين وتخفيف الضغط المروري على المواطنين. المحور ده احد المحاور من 3 محاور اتعمل وجد في المقطم، كان موجود في المقطم يا فندم شارع 9 بس، وكان في كميه تكدس مروري رهيبه. شارع 9 بناء على اوامر سيادتك تم الدراسه والعرض على سيادتك والتصديق، تم تطوير شارع 9 وصوله 6 حاره و6 حاره، وتم انشاء 3 محاور جديده، محور ياس الرز، محور الكورنيش اللي هو طريق الكورنيش القديم، وسيادتك المحور هنا، فبقى في 4 بدل محور واحد بقى 4 محاور في المقطم. انا بس عايز اوضح هنا ان محور عبد المجيد محمود ده قصه تانية كبيره جدا جدا. ايوه فندم. هيعمل نقله كبيره جدا للحركه من محور الحضارات، مش كده؟ من محور الحضارات يا فندم، من شارع صلاح سالم ومن كورنيش النيل لغايه يوصل لغايه مدينه نصر، وممكن منه للقاهره الجديده ومنه العاصمه الاداريه الجديده. مش كده؟ فده عمل نقله، هيعمل نقله كبيره جدا يا فندم في السيوله المروريه في المقطم وفي الحركه المروريه في القاهره الكبرى كلها يا فندم. لان اول مره نطلع نعمل كده. ايوه فندم. اول مره نخلي المقطم عباره عن عقده مواصلات. تمام كده. ايوه فندم. طيب احنا هنخلص امتى؟ ان شاء الله فندم المنطقه احنا فيها ديت 10 ايام هتكون خلصانه، المحور بيتكمل يعني ان شاء الله فندم يعني اخر شهر 7. بصوا على شبكه الطرق العرضيه اللي بتربط ما بين 9 وهنا وياسر رزق. تمام ستة. عشان نعملها بالمره يبقى كده الحركه بقت متيسره جدا جدا، سواء كان على المحاور الرئيسيه دي او للناس اللي موجوده جوه. تمام سيادتك فندم، فعلا تبقى تعليمات سيادتك يا فندم، احنا بندرس حاليا وهنعرض على سيادتك، وبالاضافه لكده سيادتك كنت امرت ان كان في مشكله في الصرف الصحي في المقطم نفسه، وزارة الإسكان بتعمل خط صرف صحي جديد من المقطم لغاية الجبل الأحمر. أنتم متابعينه أهل؟ متابعينه يا فندم، وإن شاء الله تبقى تعلمي سنتك خلص شهر 10 السنة دي. إن شاء الله السنة دي يا فندم. ده كلام كويس. وفي تصريحات خاصة للنيل الأخبار، أكد اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة من داخل معبر أرقين الحدودي، أكد أنه تم عبور أكثر من 16,000 من الجاليات السودانية والأجنبية عبر الموانئ المصرية. أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع سيادة اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة على هامش تفقده لميناء أرقين الحدود ما بين مصر والسودان، والتسهيلات التي تقدم من قبل وزارة النقل والمواصلات في هيئة الموانئ البرية والجافة لكافة يعني العابرين من هذا المعبر بعد الأحداث التي تشهدها السودان ما بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. سيادة اللواء عمرو برحب بك عشان تنقل الأخبار، كلمنا عن التسهيلات التي تقدمونها لكافة الجاليات من دول العالم، وايضا يعني النازحين من دوله السودان، وايضا المصريين وخاصه الطلاب الذين يدرسون في الدوله السودانيه وياتون للعوده الى بلدهم مصر. صباح الخير. حضرتك احنا من بدايه في وزاره النقل من بدايه الاحداث تماما كان لنا قراءه للمشهد مسبقه. كان لنا قراءه للمشهد مسبقه، بدانا نحط سيناريوهات للازمه، بدانا قبل ما يبدا التدفق بدانا ننسق مع اجهزه الدوله المختلفه
نسقنا مع وزارة الخارجية، نسقنا مع وزارة الصحة، وتم دفع عيادات متنقلة لتساعد في العلاج. حضرتك عارف هنا منطقة حدودية وأقرب مستشفى بعيدة شوية، فتساعد في علاج الحالات اللي هتيجي سواء كانت مصابة من أحداث أو حالات مرضية. نسقنا مع الهلال الأحمر، هم أول ناس جم فتحوا هنا، بقدموا تسهيلات كبيرة جدا للناس المتدفقة. وزارة النقل ضعفت أعداد العاملين بالميناء لتسهيل الإجراءات على القادمين. نسقنا مع أجهزة وزارة الداخلية والجهات، جميع الجهات العاملة داخل الميناء، وكل الجهات استجابت وضعفت الأعداد العاملة سواء جوازات أو أمن مواني، جميع الجمارك كله ضعف الأعداد بتاعته. فلما كنا عاملين سيناريو جيد لإدارة الأزمة، فبالتالي لما مع بداية التدفقات وبداية النزوح من الجانب السوداني كانت الأمور ميسرة في التعامل مع هذا الموقف، على الرغم أن هنا الميناء يعني له كثافة معينة وله عدد يومي متوسط يومي سواء أتوبيسات أو أفراد للدخول أو عربات بضائع. المعدلات دي تضاعفت مثلا عدة مرات، ورغم عن ذلك الحمد لله كان الامور ميسره وبننهي الاجراءات بالكامل بدون يعني اي مشاكل. احنا بنقدم تيسيرات كبيره جدا، عملنا هنا جبنا عربيات مياه مقطره، فتحنا كافتريات تبيع يعني حاجات بسيطه، بسكوتات سندوتشات بسيطه للناس. الناس بيجوا هنا بعد 3 4 5 ايام مشي في الطرق، وطرق غير امنه داخل حدود السودان. فبيجي طبعا هو في ناس كتير جدا معهاش فلوس، ولا خاصه الطلاب المصريين، وكان في تعليمات واضحه وصريحه ان اللي معهوش اي مبالغ ماليه بيعفى من الرسوم الدخول. مش كده وبس، كمان ان الوزاره عن طريق جهاز تنظيم النقل، وزاره النقل عن طريق جهاز تنظيم النقل جابت اتوبيسات لتنقل الناس من هنا لموقف قرقر قرب اسوان مجانا، بالاضافه الى تيسير عدد من رحلات القطار من اسوان لباقي الجمهوريه، والتنسيق مع محافظه اسوان لنقل الناس اللي احنا بننقلهم من الميناء هنا الى موقف قرقر لنقلهم الى داخل محافظه اسوان. ممكن يعني طاقة الاستقبال الميناء يا فندم هنا ممكن يستقبل قد ايه في اليوم؟ والعدد اللي كان في الاساس كان كام؟ يعني كان تصميم الميناء اصلا 2016 كان كام ودلوقتي بقى كام؟ انا عايز اقول لحضرتك احنا استقبلنا في خلال الكام يوم اللي فات ما يقرب من هنا في الميناء 17 18 الف نازح، منهم 46 جنسية، 46 جنسية، اكتر من 1000 اجنبي من بخلاف المصريين والسودانيين. احنا استقبلنا حوالي 16000 سوداني ومصر و1100 جنس و1001 لغايه امبارح بالليل جنسيه اجنبيه. جميع الجنسيات انا ممكن لو حابب حضرتك اقولها لك 46 جنسيه تقريبا، والحمد لله الناس بيشكروا جدا وقدموا شهادات شكر وبعثوا شهادات شكر من السفارات بتاعتهم. ان عارف حضرتك الجاليات الاجنبيه بيبقى يجي مسؤول السفاره والبعثه الدبلوماسيه بتاعتهم هنا بتستقبلهم. يمكن شايفين حفلات ورانا، الحفله دي عشان تطلع من الميناء هنا ممكن تاخد وقت قد ايه في تخلص الاجراء؟ الحفله اللي الناس ورقها منتهي وجيد ما بتاخدش الا وقت زمن التأشيرات وزمن العبور فقط، اللي حاجته منتهية. بمعنى ايه حاجته منتهية؟ يعني معاه جواز صالح، معاه تأشيرة الدخول، معاه بياناته كاملة. فبالتالي انا عارف ان في تسهيلات يمكن اللي هو الفئات اللي هي من اقل من 18 سنة وفوق ال 50 سنة، دي ليها تسهيلات معينة. اقل من 16 و 50 ده مش مطالب ان هو ياخد تأشيرة. الجزئية الثانية المصريين طبعا بيخشوا طالما جوازه موجود وبيخشوا فورا. بنمنح الأسر السودانية وقت ان هو لو عنده حد
من خلاف المده من 16 السن من 16 ل 50 بيرجع وادي حلفه سريعا بياخد التاشيره وبيرجع تاني يمشي مع اسرته. انما الاتوبيس اللي جاي كامل اوراقه وجميع الجنسيه الاوراق الثبوتيه موجوده بينتهي الاجراءات فورا، ما بيقعدش يعني 3 ل 4 ساعه بالكثير جدا. ان الجزئيه الثانيه المهمه ان انا بيجي لي احيانا بقى ناس فاقد جواز سفره جاي من حرب، فاقد جواز سفره، جواز سفره منتهي وما بقاش جنسيه مصريه كمان، مفيش تاشيرات، فهو ده اللي ممكن يعمل عطله شويه. حضرتك بتتعامل معاه ازاي يا فندم بقى؟ احنا بنتعامل معاه يعني هو بيقول انا مواطن سوداني مثلا او انا مواطن جنسيتي كذا، بنتعامل معاه من هذا المنطلق ونبتدي نتحرك. لو مواطن مصري الاجهزة المصرية بتبتدي تكشف هو من مواطن فلان الفلاني اللي قال لنا اللي معهوش جواز، ما فيش مشكلة بيخش وما فيش اي مشكلة خالص بنثبته الدخول وندخله. لو مواطن مثلا سوداني بيجيب ما يفيد من وثيقة من وادي حلفة من عنده، من ان هو هذا المواطن ده فلان الفلاني وان هو فعلا فقد جواز سفر ومتأكد من الشخصية بتاعتنا. طيب لو جواز سفره منتهي وحصل قبل كده بيجي يختم مجرد ختم بس ويكتب له عليه من الجهه بتاعته ان جوازه ممتد لمده 6 شهور مثلا، احنا بنقبله لان احنا في ظروف استثنائيه فلازم يبقى في تيسيرات، ولكن المهم ان هذه التيسيرات لا تؤثر على الامن، لا تؤثر على الامن القومي. مش معنى ان انا بعمل تيسيرات وبدخل الناس ان مثلا ممكن في بعض العناصر تتسرب تستغل هذا الموقف وتخش، فاحنا بنعمل عملية توازن ما بين ان انا ايسر واقدم كافة التسهيلات دي تبقى للتوجيهات اللي واخدينها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن تعليمات اللي هو على مدار الساعة اتصال مستمر من سيادة الفريق كامل ان احنا نقدم كل التسهيلات والخدمات ونيسر على الناس سواء المصريين العائدين او الجنسيات الاخرى. كل الشكر وتقدير حضرتك يا سيادة اللواء عمرو رئيس هيئة المواني البرية والجافة بوزارة النقل، وشرفتنا فندم في هذا اللقاء الخاص من داخل ميناء أركين الحدودي لمصر والسودان. شكرا فندم. عفوا فندم. يمكن في نهاية هذا اللقاء بشكركم على طيب المتابعة من ميناء أركين الحدودي على الحدود المصرية السودانية.